تخيل إلى هذا الحرير، تخيل إلى هذا الشواء، إلى جميع جسدي. إن هذا الطبع على الأسئلة لتصل إلى أعماق قلبي. أيؤذيك حيات النار؟ أيؤذيك عقارب النار؟ أيؤذيك مقامع النار؟ فلم تؤذي المؤمنين؟ ولم تؤذي الصالحين؟ إنها نار تلظى، إنها نار تلظى، إنها نار حامية. واسمع إلى فرشهم وإلى غطائهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. فرشهم نار، غطاؤهم نار، شرابهم نار، طعامهم نار، لباسهم نار. قال الله: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الخبيث، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، أعيدوا فيها. فلا إله إلا الله. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: والله لو أن رجلا من أهل النار خرج إلى الدنيا، لو أن رجلا من أهل النار خرج إلى الدنيا لأفسد عليهم معايشهم من نزل ريحه وسواد منظره، وقد تزحم وقد احترق كلما نضجت جلودهم، بدلناهم جلودا غيرها، انتهت أكبادنا وتمزقت جلودنا وتفحمت أجسادنا، لكن هيهات هيهات، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. فإذا اشتد بهم الحال وتعالت أصواتهم وارتفع نحيبهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل النار ليبكون، إن أهل النار ليبكون، ولو جرت السبل في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم، وإنهم ليبكون الدم. لا إله إلا الله. يوم أن تعلى الصرفات وتعظم المنامات وأسر الندامة، يوم رأوا العذاب. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه الإمام مسلم. فينظرون إليها ويقتحمونها ويتقحمونها، لا خلاص لهم، فيبدأون بالاستنجاد ويستغيثون، يسألون النجاة والخلاص، ولو الهلاك والموت من هذا العذاب المهين. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يطلبون من ملائكة النار، من حزنة النار، من زبانية النار: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، نريد الخلاص، ولو يوم استراحة، ولو يوم. تبددت أحبابنا، هلكنا، وهل يرحمك من غضب لغضب ربه؟ وهل يرحم من غضب لغضب ربه؟ إنهم ملائكة ظلال شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيردون عليهم: ألم يأتكم رسل يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى. قال: فادعوا، فما دعاء الكافرين إلا في ضلال. حتى إذا يئسوا من زبانية النار اتجهوا بأعلى أصواتهم إلى مالك، إلى مالك،
ولم يبق إلا العذاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل النار من أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة. صاحب اللذات والشهوات والخمور والمخدرات والزنا والفواحش والمنكرات والربا، كم تلذذ بالحرام، كم تلذذ بطنه بالحرام، وكم تلذذ جسده بالحرام. قال: فيغمس في النار غمسة، غمسة واحدة، غمسة واحدة. قال: فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا رب عزتك، ما مر بي نعيم قط. ذهبت اللذات وانتهت الشهوات. حينها يصرخون: ولا